السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ معكم عمر عبد الرحمن، رجعت لكم في فيديو جديد يا جماعة. النهاردة ان شاء الله هتكلم فيه على جي اس ام نتورك اركتكتشر. بسم الله نبدأ. طيب، زي ما احنا شايفين كده، دي الصورة بتاعت النتورك بتاعتنا. اول حاجة على الشمال اهي بتتكون من ايه؟ من البي اس اس، ده يعتبر الجزء بتاع الراديو، تمام. والبي اس اس بيتكون من ايه؟ بيتكون من البي تي اس والبي اس سي. وعلى اليمين الجزء بتاع الكور، ده بيتكون من الام اس سي والفي ال ار والاتش ال ار والاي اي ار والاي يو سي. وهنعرف كل نود من دول بتعمل ايه بالتفصيل. اول حاجه معانا في البي اس اس اللي هي البي تي اس، اللي هي البيز ترانسيفر ستيشن، تمام. وده يعتبر دامي اليمنت، يعني ما بتاخدش اي قرار في النتورك، تمام. هي بتعمل ايه بقى؟ اول حاجه تعمل شانل كودينج، يعني الايرور كوركشن والايرور ديتكشن، وبتعمل موديليشن والباور امبليفيكيشن، وبرضه بتعمل سايفرنج، تمام. دي بس جاست ان هي بتعمل ميجرمنت من للباور بتاع الموبايل والبي تي اس وتبعته للبي سي، بس ما بتاخدش اي قرار. البي سي هو اللي بياخد القرار. نيجي بقى للبي سي اللي هو البيز ستيشن كنترولر، ده طبعا ده بيكنترول في البي تي اس كلها، وده بيبعت البيجنج، تمام. والبيجنج ده اللي هو ايه؟ اللي هو اليوزر لما يجي له سيرفيس النتورك بتعمل بيجنج عليه، يعني بتعمل سيرش. فاللي بيبعت البيجنج اللي هو البي سي، وبتعمل شانل الوكيشن، تمام. يعني هي اللي بتقول اليوزر هياخد تايم سلوت قد ايه ولا مش هياخد تايم سلوت، ولا هي اللي بتدي اليوزر الاس دي اس الاس دي سي سي اتش، تمام، اللي بيعمل على السيت اب بتاع الكول، تمام كده. وبرده هي اللي بتعمل البار كنترول، وهي اللي بتاخد القرار بتاع الهاند اوفر بيزد على الميجرمنت اللي جاي لها من البي تي اس والموبايل، تمام. نيجي بقى على اول حاجه في الكور اللي هي الام اس سي اللي هو الموبايل سويتشنج سنتر، وده يعتبر سنترال، بس سنترال بيسبورت الموبيليتي، تمام، لان انا عندي الموبايل وايرلس. اول حاجه بيعملها السويتشنج والتشارجنج، وبيعمل كور راوتينج، يعني بيشوف المكالمه رايحه فين بالظبط وبيعمل لها راوتينج. يعني مثلا واحد في القاهره بيكلم اسكندريه، فواحد مثلا في القاهره تبع الام اس سي بتاع القاهره مثلا، وليكن الجيزه تبع ام اس سي الجيزه، واحد في اسكندريه، فالام اس سي بتاع الجيزه بيكلم الام اس سي بتاع اسكندريه، فهو كده بيعمل كور راوتينج. وطبعا هو بيكونكت مع الاتش ال ار والفي ال ار، لان ال HLR بيحتاج انفورميشن برضو بتاعه الكور راوتينج والكلام ده، فبيحتاجها من ال MSC، وده وبرضو بيكومينيكيت مع ال MSC الثانيه، وبيكنترول في البي سيز، تمام. نيجي بقى ال HLR اللي هو الهوم لوكيشن ريجستر، وده يعتبر داتابيز، تمام. وال HLR ده بيخزن ايه بقى؟ هو تقريبا بيخزن الحاجات الثابته او الحاجات اللي مش بتتغير كتير. برضو الحاجات الثابته زي ايه بقى؟ زي الامزي، كده كده الامزي ده ثابت مش هيتغير، وزي ال MSISDN اللي هو الديلابل نمبر، ده برضو مش هيتغير، تمام. وبيخزن الكرنت لوكيشن بتاع السبسكرايبر، يعني ان هو تبع MSC ايه او ام او VLR ايه، تمام. وطبعا دي حاجه مش هتتغير كتير برضو، لان الاريا بتاعت الام اس سي او الفي ال ار بتبقى كبيره جدا، فدي من ضمن الحاجات اللي بتتخزن في الايه، في الاتش ال ار، تمام. وبرضو ده بيخزن الاوثنتيكيشن انفورميشن اللي هو السكيورتي والكلام ده، والتشارجنج والبيلنج ميثود، تمام. يعني النظام بقى بتاع اليوزر، هو النظام بتاع الباقات بتاعته والكلام ده. نيجي بقى للفي ال ار اللي هو الفيزيتور لوكيشن ريجستر، تمام. وده يعتبر تمبوري ستورج للايه بقى؟ للموبايل اللي هو تحت الاريا بتاعته، لان احنا عندنا اكتر من في ال ار، بس هو في اتش ال ار واحد بس، انما اكتر من في ال ار، تمام. كل في ال ار بيبقى كونكتد مع ايه؟ مع الام اس سي، تمام كده. فهو بقى بيخزن الحاجات اللي بتتغير كتير، يعني الموبايل ستاتيوس، هل انت فري ولا بيزي ولا الكلام ده كله.
والتمزي، التمزي ده برضه بيتغير، والام اس ار ان اللي هو الموبايل ستيشن رومينج نمبر ده بيتغير برضه، واللوكيشن ارياز بتاعك، لان انت طبعا اكيد ممكن تعمل لوكيشن اريا ابديت، فده دي حاجه بتتغير برضه. تمام. واخيرا اللي هي ايه، سبلمنتري سيرفيس انفورميشن. وبكده يا جماعه كون انا خلصت الفيديو ده، يا رب الفيديو ده كده يعجبكم، واستنونا في فيديوهات تانية، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.